كيفاش؟ 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 سي عابد صباح الخير. صباح الخير يا سيدي. الحلوف راه مقلق منك واحد شويه. اياك. اياه. انا قلت لك بانه راه عنده الحصانه. اياه. قلتي بلي الحلوف ولات عنده الحصانه، شكون عطاها ليه؟ تمام، لانه ما ولاش ولا معمر النواحي كلها، ولا تيدخل المقابر، ولا تيجري على الناس من المساكن ديالهم، وتياكل لهم السلاحه ديالهم، وما حتى واحد ما يدافع عليهم، حتى واحد ما يتوجه له. هو ماشي الحصانه هذه، راه اكثر من الحصانه. شكون عطاها ليه؟ عطاني راسه، عطاني النظام العام اللي تيخصو يقابلو، خصو يحاربو. بعد العفاريت والتماسيح جا وقت الحلوف في مجلس المستشارين، علاش بغيتو تحيدو ليه المسكين الحصنة؟ اش دار؟ اش دار؟ اش دار؟ ايوا لانه ضر الناس، لو ما ضرش الناس ما حيدوش له الحصنة، كون خلينا له. وكيفاش الظروف ديال الحلوف تما كاين في المنطقه؟ شنو المشاكل اللي داير؟ بلاتي يدخل تمام، لانه جا الغابه جات بجانب المقبره، بلاتي يدخل المقبره، والناس ما ولاوش تيبداو يمشيو يزوروا الناس ديال الموتى ديالهم. ثانيا نعم. ولا تيحفر ويدخل تيحفر المقابر ويسكن فيهم. ولكن الغريب في الامر هو أن المعارضة والوزير الشوباني أول مرة يتفقوا على شي موضوع، وهذا الشيء بسبب الحلوف. هذا ماشي ماشي لا، بسبب واحد الشيء اللي هو واقعي، اللي هذا شيء واقعي، لأن الحكومة تقول لك بأنه تنعمل وتندير وتندير وتندير. قلنا لها ودي خوتي لا ديري هذا الشيء، ما نطرحوش لك هذا السؤال، ونورو خير نقطة واحدة بأنه راه اليوم المغاربة مضرورين من أجلها، وما درتي فيها حتى شي حاجة واعترف بها، هذا يكفيني. قلت لهم اللي اعترفتي بها يكفيني هذا الشيء. إذا خصنا نشكروا الحلوف. نشكروا الحلوف لأنه استطاع باش يوفق بيناتنا، ياك؟ أييه. إيوا مزيان يا سيدي. سي عبد، جمعة مباركة. بارك الله فيك يا سيدي. كيفاش؟ كيفاش؟